بالنية تصير بعض المباحات عبادات. شيء مباح في أصل الشرع، يعني أنت مباح لك تأكل، ما بنقول أزولك الوجبتين عنده 20 حسنة، أكل 3 وجبات 30 حسنة، لا أصلا دي شنو؟ ده شيء مباح، الطعام الأكل والشرب ده شيء مباح، لكن بالنية يصير بعض المباح عبادة لله سبحانه وتعالى، كأن تأكل بنية التقوي لطاعة الله. ذول يأكل بنية التقوي لطاعة الله للعبادة، كأن ينام العبد بنية اليقظة مبكرا من أجل العبادة. ذول ينوم بدري، يا ذول بتنوم بدري ليه؟ ما قال عشان الجو بارد ولا الليلة ما عندي برنامج ولا كذي، لا، بينوم بدري عشان يقوم نص الليل يصلي، ده نومه ده كله فيه أجر. ما في ذول بينوم، في ناس الواحد بينوم من بالليل للصباح زي الشريط الفاضي، شريط فاضي ما فيه كر ساعات ماشية من العمر ساعات. وفي نوع بينوم وهو نايم والحسنات ماشية شغالة كر، لأنه قصد بالنوم ده يقوم يتقوى لعبادة الله. عشان كذا السلف كما قال أحدهم، وينقل هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب شنو؟ قومتي. الناس لي شيء بيحتسبوا، ولأنه أشياء كلها إما مباحة أو طاعة في غالب أحيانهم. شكيت بتحتسب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة كبيرة ولا صغيرة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. بدل تجيب لك كيس ملاح عشان خايف الجماعة يتكلموا والجيران يتكلموا وشيلوا حالك والمرض هيج ما فكل وكذي، لا، انت جبت الملاح والأكل تبتغي وجه الله، دار ترحم ديل عشان الله يرحمك، ده انت تعبك ده في وجه، في وجه. عشان كذا الشيء المباح قد يبقى عبادة. زول بيتعلم، ما لك دار تبقى دكتور ولك والله الناس دي كلها ماشية وجاية، نجي نطلب بيت فلان ولك انت شنو؟ والله انا تخرجت محاسبة، خلاص شوف حساباتك بعيد، ما في زواج. هاي انت شنو؟ اقتصاد، اقتصاد ذاته تعبان، شوف لك موضوع ثاني. هاي كذي تعبان يعني عام، يعني عام. أهو انت شنو؟ والله انا دكتور. ايوه تفضل طوالي زوجوا له، ده طوالي شنو؟ قول انا ماشي اقرا طب. انت تقرا طب عشان تتفاخر، الفخر يبغضه الله، والله لا يحب كل مختال فخور. واحد قرا طب ليه قرا طب؟ بس موقف، بس قاعدنا في غرية وزول تعبان يتضايق ودوه الدكتور ما عنده حق التذكر، شاف لي زول تعبان بالليل وهو بيتفرج ده تعبان، شكا الله قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس شنو؟ جميعا. قرأ الطب والكتب وتعبان ويصدع وماشي وجاي، كله أجر، 5 سنوات أجر ماشي كر. فالشي المباح بالنية يصير شنو؟ يصير عبادة لله تعالى.